ممكن البعض محاط بناس حوالينا داخلين في البيئة الجامعية أو شيء يكون سند له وعون في إجابة لبعض الاستفسارات، لكن دائما الطالب الجامعي يكون عقله مشغول يعني بكثير من التساؤلات وأيضا الطلب لبعض النصائح. الآن والأغلب على وشك التخرج، يعني لو يناظر الدفعات اللي بعده والآن في السنة التحضيرية أو مستجد للتو، أكيد أنه يحتاج نصائح. وأنتم لما كنتم في ذاك الوقت أكيد أنكم احتجتوا لمجموعة من النصائح. وش الشيء اللي ممكن عند الوليد كمعلومة أو نصيحة ممكن حاب يوجهها للطلاب المستجدين في الفترة الحالية؟ أول شيء أنت ابحث عن نفسك قبل كل حاجة. أنت شوف وين مهاراتك، أنت إيش مميز فيه. بعض الأشخاص ما شاء الله الله يرزقه بصوت جميل مثلا، يقول أنا والله أميل للإعلام، فيبدأ يشوف وين مهاراته، وين هو موهوب فيه، ويبدأ يطور هذه المهارات. طب كيف أكتشف نفسي؟ كيف ألقى المهارات هذه أصلا؟ لازم تنزل سوق العمل. لما أقول سوق العمل، ما هو شرط أنك تكون موظف، انزل في أعمال تطوعية، اسأل اللي حولك، الآباء زي ما قال أخوي إبراهيم، الآباء يعني الوالدين بشكل عام هم خير من يوجه يعني الطالب اللي راح ينضم للجامعة. وهم برضو هذا دور على الآباء أنه يكتشف وين ابنه فيه ويحاول يزرع فيه الرغبة في تخصص معين. أنا هذا الشيء صار لي مع والدين، يعني مع مجرد ما أنهم شافوا أن عندي توجه شوي للطب بدوا يحفزوني من ثاني سنة بالثانوي، إنه خلاص والله ولدنا تراه الدكتور، فصرت أنا الدكتور قبل لا أدخل حتى بالجامعة. وهذا هذا فعلا شيء أنقل لكم الواقع. يعني برضو أنت أسأل اللي حولك، أنت شوف أنت متميز في إيش. برضو تقدر تقرأ كتب عن التخصصات هذه، شوف الطبيب إذا تخرج راح يشتغل وين، شوف مجالات الإدارة، مجالات الهندسة، اقرأ كتب، في كتب عن الطيارين وفي كتب عن جميع التخصصات تقدر تقرأ وتستزيد منها. وواحدة من الأشياء أنك تتابع برنامج مثل نتعلم. البرنامج هذا يعني يختصر لك، يعني أنا الآن جاي أختصر 6 سنوات مسيرة بالطب، زملائي راح يختصرون مسيرة بالإدارة، بالهندسة، بالقانون. صحيح. فلازم تتسأل من هو أكبر منك سنا حتى يفيدك ويوجهك. وبالأخير الواحد يستخير ويطلب الله التوفيق، وبإذن الله أنه راح يلقى التخصص اللي يناسبه. يا رب يا رب أجمعين. مرهف، أنت مريت نفس المرحلة، أكيد كان في مجموعة من التساؤلات، مجموعة من الاحتياجات أصلا للطالب الجامعي المستجد. وش ودك توصل للطالب المستجد في هالفترة؟ أغلب مخاوف الطالب الخريج من المرحلة الثانوية دخوله في الجامعة اللي هو يفكر في سوق العمل بعد 5 سنوات، يعني مثلا الفترة الدراسة الجامعية في الهندسة 5 سنوات، القانون 4 سنوات، قد تختلف بين الإدارة والطب 7 سنوات. فهو يبي يعرف المستقبل، وهذا ما حد يقدر يعرف فيه، وما أقدر أعطيك جواب واضح. لكن كل أقدر أقول لك هو ادخل شيء لك الرغبة فيه والسعادة في إكمال العمل فيه، لأنه إذا دخلت شيء بس بناء على المستقبل واللي أنت من ضامنه أو ما في أحد يقدر يضمن لك إياه، وجود فرص عمل فيه، رغبتك فيه، استمتاعك في أداء العمل هذا، راح تخسر سنوات أكثر من سنوات الدراسة في عمل أنت من تعاجبك بس أنك دخلت بناء على سوق أنت لم لا تعلمه في المستقبل. جميل. على هالكلام أنت تبي تأخر مهندس إلى بعد كم سنة، خذ المهندس من الآن. أنا أقول لك خذها من الآن. يا رب التوفيق لك. فيصل، أكيد أنه نفس الشيء كان فيه مجموعة من المخاوف أصلا، يعني هل في مخاوف موجودة كانت عندك في بداية المرحلة الجامعية؟ نعم، ما في شك أنه تكون لدى الطالب الجامعي عدد من المخاوف، فهو يأخذ بالحسبان شح الوظائف ووفرتها، يأخذ بالحسبان مكان العمل، هل المنطقة التي يعيش فيها هل هذا التخصص مخدوم فيها. هو بلا شك يستشير عقول مختلفة ومتنوعة لها مشارب مختلفة، فهذا شخص تجد
توجهه للهندسة يعني منذ الطفولة ودار في هذا المجال إلى أن تخصص فيه، فهو لا شك غالبا سيعطيك انطباع جيد عن الهندسة بحكم تشربه لها وبحكم أنه يراها سهلة ويسيرة ويقول لك يعني يا أخي الأمر يسير والأمر سهل، في حين لو خالفت هذه التوجهات لدى الشخص اللي استشرته قدراتك فأنت تقع في حرج كبير. السؤال أفضل من تستشير، استشر نفسك بعد استخارة الله عز وجل وبعد معرفة قدراتك وإمكانياتك، فهي المحك الحقيقي. لابد كذلك نتصور أن سوق العمل يختلف بشكل سريع جدا جدا، بل قد يختلف من عام إلى عام، فتجد بعض التخصصات دون أن نذكر الأسماء يعني كانوا الناس يقولون ادخل التخصص الفلاني وانتهى الأمر، أصلا الوظائف فيه متوفرة وكثيرة، فيتخرج الإنسان وتتخرج معه أعداد كبيرة، فبالتالي يقع في حرج. على الإنسان أن يدرك مهاراته، أن يعرف ماذا يريد، أن يعرف ما هو المجال المناسب لقدراته والبيئة التي يعيش فيها. جميل، ومن هذه النقطة اللي ذكرها في